ويرتف سؤالا آخر، ما رأيكم في الصوفية؟ وهذا سؤال كبير. السؤال الأول كما يفعل المرض في الجسد ويفتك به فتكا، كذلك تفعل الحزبية في الأمة. نعم. وهذا صريح جدا في القرآن الكريم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الشيعة هي الفرق الضالة، مش الشيعة هي الفرق الضالة كلها. يعني أنا ذكرها في حديث الرسول عليه السلام. نعم. وأنا في أثناء الدرس اقتصرت على آخر الحديث، فاسمعوا الآن الحديث من أوله. تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الحديث شرح للآية، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وربط لهذا الجواب عن السؤال الأول بالسؤال الأخير عن الصوفية، أشد ما فرق المسلمين هو ما يسمى بالتصوف، حيث جعلوا طريق الوصول إلى الله عز وجل بطرق لا حصر لها. هذا كما يدل الواقع، فالنقشبندية والخلوتية والقادرية والبدوية وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، آخرها التجارية التي كانت من أقوى أسباب إدخال فرنسا إلى الجزائر واستعمارها. والآن نحن نقتطف الآثار السيئة من الذين رباهم الاستعمار وهم مسلمون إثما. الشاهد، هؤلاء الصوفية يصرحون بما هو الكفر بعينه ويسمونه توحيدا، فهو أشد ما يكون من الانحراف عن الكتاب والسنة، بينما الشيعة والأحزاب الأخرى أخفيهم فيهم. حتى قالوا الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. إيش كفر أكثر من هيك؟ لا شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يفسر قوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كم شيعا؟ مش شيعا الرافضة فقط، كل هذه الجماعات قديما والجماعات حديثا التي لا تنهج منهج السلف الصالح الذي بينا لكم ضرورته آنفا، كل هؤلاء من الفرق الضالة. لكن هذا ليس معناه أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار، حسبهم أنهم ليسوا من الفرقة الناجية. فإذا التصوف أضل الفرق الإسلامية، ثم بعد ذلك الأحزاب القديمة والحديثة كلها التي لا تنحو منح الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فهي أقل ما يقال فيها ليست من الفرقة الناجية. غيره.